كيف نوصل للبورتس باستعمال الاسمبلي؟ في عندنا مجموعة بورتس، طبعا كل بورت حكينا فيه عنده انترنال اللي بول اب ريزيستر، واحنا ممكن يكون عندنا انبوت او اوتبوت او انبوت مع بول اب ريزيستر. في عندنا بورت مثلا في الاونو بي سي دي، في الميجا اكثر من هيك. فكل بورت ممكن نتحكم فيه باستعمال بورت اي مثلا، اسم البورت مع حرف الاي، والدي دي ار عشان دايركشن، والبي ان عشان اقرا منه كاميرا. متذكرين دي دي ار؟ يعني كيف بدي اخلي البورت تكون انبوت باستعمال دي دي ار؟ انبوت بالضبط انه زيرو، اذا زيرو هو اوت، اذا 1 هي اوت، اذا زيرو هو انبوت. هلا اذا انبوت عندنا حلين، ممكن يكون عندنا مع فول اب ريزيستر انترنالي اذا حطيت واحد في البورت، او حطيت صفر بكون بدون فول اب ريزيستر. فهاي الاشياء حكينا عنها قبل هيك. خلينا نرجع نعمل هذا المثال كاميرا. هذا المثال بدي ادعس هون دعسات يدوين الليد المقابل له. طبعا هذا الليد اللي هون بدو على الصفر ولا على الواحد؟ شو رايكم؟ على الصفر. على الزيرو بدوي. فبدنا نكتبها بالاسمبلي هذه. بدي احط في الار load immediate R6 R16 0 بعدين out DDRD R16. هلا هون كم هاي اسبار؟ لما يكون اسبار في DDRD، شو معنى DDRD؟ input ولا output؟ الاسبار كله ايش؟ input. لا العكس، الاو هي صح زي كلمة اوت، بس انه في الاي في ار بشكل بوهم، فالاو هو انبوت. فعندنا هون كلهم انبوت، طبعا بدي عشان عشان البوش بوتنز هون. هلا مع بول اب ولا بدون بول اب؟ مع بول اب، لانه عندي وحدات انا موديهم على بورت دي، يعني دي دي ار دي سبار وبورت دي وحدات، معناته هو انبوت مع بول اب. بورت بي انبوت الاوتبوت دي، بورت بي هي بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. بورت بي شو بدي اياه؟ اوتبوت. فكيف بخلي اوتبوت؟ شو ببعث عليه؟ على الدي دي ار بالضبط. ببعث عليه وحدات اللي هي كل وحده هون، فهيك البورت بي اوتبوت. هون اللي بقراه برجع بكتبه على ال، يعني ان ار 16 بن دي، يعني اقرا من بن دي بورد دي، واللي بتقراه اكتبه على بورد بي. فاذا قرا اصفار بدون واذا قرا واحده بتكون طافي. طبعا البوش بوتن هذا لما ادعس عليه شو بصير البن مثلا؟ هذا صفر ولا واحد؟ صفر 100%. وبعدين انا بقدر اعمل فلوب ضل يقرا. بورت بي كم مرة؟ في عنا دي دي ار بي عنده ادرسز 24، وفي حكي عن اوفست، يعني بصير لازم اقلله ب 20 اذا استعملت انستركشن ان اوت. يعني الادرس تاعه اذا استعملت لود وستور هو 24، والادرس تاع البن بورت بي او بي هو دي دي ار بي هو 24، لود ستور 4 اذا ايش؟ اذا استعملت ان اوت. البورت دي نفسه بي نفسه بورت بي 25، يعني 20، يعني 5 ناقص 20 23 الان. ف هون شو هذا البرنامج بيعمل؟ دي دي ار بي 11 اي اف اف شو بيعمل؟ كله ايش؟ كل البنز اوتبوت. هلا هون شو يعني؟ هون كلهم بضويهم لما يكونوا اوتبوت اون، هون هون اوف وديلي بينهم. يعني هو بس انه بعمل بلينكينج. كيف ممكن اعملها بالاسمبلي؟ لود ايميديت ار 16 اف اف اوت 0x 04
16 يعني ودي اللي في الريجستر 16 على الادرس 4. هلا الادرس 4 هو الدي دي ار بي. ليش الدي دي ار بي؟ هاي الدي دي ار بي بحكي لي عن الادرس 24 اوفست، بس بحكي لي استعملت الانستركشن انه اوت بدك تنقصها ب 20 فبصير 4. ف هون نقصت 4 صارت نقصت 20 صارت 4. البورت بي نفسه هو 25 نقص منه 20 بصير 5. هون اون هون اوف. واضح هذا المثال؟ واضح المثال هذا؟ كاميرا هون عرفنا انبوت مع بول اب واوتبوت، يعني البنز بديهم انبوت عرفته انبوت، والبنز بديهم اوتبوت عرفنا اوتبوت. طبعا هون لما استعملت البول اب ريجستر الداخليه انا وفرت حالي اني اعمل هون بول اب ريجستر. من وين هاي الاشياء بنجيبها؟ من داتا شيت حرفا، من داتا شيت. فالواحد بالجامعات يروح يشوف داتا شيت. هيك بنكون خلصنا اسمبلي. بدي اروح احكي عن موضوع ثاني اللي هو الراسبيري باي. ف مين اعمل الراسبيري باي؟ راح احاول اخلص يوم ال يوم الاثنين. يمكن أنهي كل شيء. الأربعة إذا حدا عنده أسئلة بده يسألني. أوكي، كنترولر تاني أو واحد من الكنترولرز واحد ممكن يستعملهم بالإمبيدد سيستمز راسبر باي. ليش راسبر باي؟ لأنه هو كمبيوتر حقا، هو كمبيوتر، فممكن تعمل عليه شغلات كثير. إذا بدك عندك مشين خاصة عندها انترفيسنج أو شيء هيك، يعني عندها شاشة، بيسأل إيش واحد يستعمل الراسبيري باي. هو شبه كمبيوتر هكذا. هاي شكلها الراسبيري باي. في عندها يو اس بي لو تشبك كيبورد وماوس، في عندها إيثرنت، إنترنت للأوديو، للشاشة اتش دي ام اي، مايكرو يو اس بي للباور، في عندي ديسبلاي، مايكرو اس دي عشان تنزل عليها الاو اس، عليها بلوتوث، واي فاي، عليها سي بي يو 1.2 جيجا هرتز، والرام 1 جيجا. وعندنا كمان هلا الشيء اللي بهمنا هون اللي هو انبوت اوت بنز، جنرال بيربوس انبوت جي بي اي او، جنرال بيربوس انبوت اوت بوت. فهاي هي الراسبيري باي. حكينا عن بروسيسور قوي ARM، لكن ARM هو كمان ريسك ماشين، عليها واي فاي بلوتوث يعني وايرلس، عليها طبعا إيثرنت كمان، على جي بي يو، ميموري 1 جيجا، او اس عاده نستعمل لينكس، في كمان ويندوز 10 اي او تي، وصغير حجمها، وعليها مايكرو. بدنا عاده الباور بدك كرنت عالي، فبدك 2.4 امبير 2.5 امبير، ايثرنت، فيديو اوديو، جي بي اي او، كاميرا محل الكاميرا كمان تقدر تشبك عليها كاميرا دايركتلي. طبعا تقدر تشبك كاميرا على الويب كام على اليو اس بي، بس كمان تقدر تشبك كاميرا على على السوكت هاي اللي هي سي اس اي. فعندنا الكاميرا، عندنا الديسبلاي، ومايكرو اس دي. هلا كيف ممكن ابرمجها هذه؟ كيف ممكن ابرمجها؟ ممكن استعمل الماوس والكيبورد واتش دي ام اي، او ممكن استعمل وايرلس، وايرد او وايرلس.
بالظبط يعني غالبا بنستعمل وايرلس وايرد، بس ممكن كمان وايرلس يعني عن طريق الايثرنت. فبدنا احنا عاده مايكرو اس دي بننزل عليها الاو اس اللي هو راسبيان اسمه، بتقدر انت تعمل كوبي بعدين تصير تعمل منها خلاص انه ايمج، تصير تعمل منها كوبي تقدم بالذات باستعمال برنامج اسمه وين 32 ديسك ايمجر. في غيره بس هذا واحد من واحد ممكن يستعملهم. اذا بدك تستعمل الواير الوايرد بدك تستعمل برنامج اسمه في ان سي فيور، في ان سي فيور هذا تحط فيه الاي بي ادرس بتشبك عليه، بس بدك تشبكه هون على الايثرنت. على الايثرنت عاده بعرفش شو الاي بي ادرس اللي عندكم في الدار، حد بيعرف شو الاي بي ادرس عنده على الكمبيوتر او على موبايله؟ طبعا بالويندوز تروح على السي ام دي واي بي كونفيج، او بالموبايلات تروح على سيتنجز عاده وعلى الواي فاي مثلا وبتشوف الانفورميشن تاعتها. من كنترول بانل. بالضبط من كنترول بانل. تمام، هلا احنا بنروح على الكنترول بانل عاده عشان نحط الاي بي ادريس اللي بدنا اياها، فلازم يكون في نفس الرينج. يعني اول ثلاث خانات لازم تضل ثابتات، يعني 192.168.0 مثلا، وهون 192.168.0. هلا الرقم الاخير بتغير. هلا هون اذا كانت 10 في 10 بنحط هون 10، بتحط شيء ثاني مثلا 6 7 5 زي هون مثلا. فانت بتشبك عن طريق اللابتوب هذا على الراسبيري باي اللي هو هاي على الكنترول بانل، كيف نحط الاي بي ادرس للجهاز اللي بدي اياه ثابت. بعدين بحط الاي بي ادرس تاع الجهاز تاع الراسبيري باي، وبحط اليوزر نيم والباسورد. عاده الديفولت هم باي وراسبيري، وبتجينا الشاشه زي هيك زي الويندوز. هلا هون بصير تكتب البرامج. قال لك اي لغات برمجه ممكن نستعمل هون. اكثر شيء ممكن نستعمل هو سي بلس بلس او سي والبايثون. طبعا بحبب البايثون اللي بحكي لكم ليش اسهل، بس طبعا ممكن نكتب سي بلس بلس كمان او سي. كيف بشوف الاي بي ادرس؟ مثلا هون اي بي اي اف كونفيج في الويندوز اسمها اي بي كونفيج. بدنا libraries هون، فاللايبرري تاعت الـ C اسمها wiring py. فبدك تعملها install، بتعمل أول شيء sudo apt get update upgrade، بعدين تعمل get. عشان تعمل compiling للبروجرام تستعمل أو شو تكتبه، بستعمل أي editor، في مثلا editor اسمه nano. عشان تعمل compile تعمل gcc اسم الفايل مثلا test.c minus l يعني library wiring py والoutput test، فبيطلع البرنامج اسمه test الoutput، وبعدين تعمل له run. هاي ال GPIO زي ما شايفين عليها 5 فولت مثلا، معناها هي بتشتغل 3 فولت، عندها 3 وعندها 5 بس في محل عليها 5. عليها I2C ال SDA ال SCL جي بي اي او، يعني بتقدر تستعمله كانبوت اوتبوت جراوند اس بي اي. بنشوفه خلال هذا مع الراسبيري باي نحكي عنه. ففي عندنا جي بي اي اوز كثيره، وفي عندنا جراوند كثيره زي ما شايفين هون، باور كمان اس بي اي اي سكوير سي. فهذول للكوميونيكيشن عاده بنستعملهم زي الاي سكوير سي الاس بي اي. خلينا نشوف هذا البرنامج. البرنامج هذا بيستعمل wiring py بالسي while 1 شاين while 1. حد متذكر شاين while 1 شو يعني while 1 يا جماعة؟ بالضبط infinite loop. شو بيعمل هالبرنامج؟ توقعين شو بيعمل هذا البرنامج؟ بلينكينج 100% بيعمل بلينكينج اون اوف. ف
فأنا شايفك على 26 شو هو ست بالضبط led on one second بعدين off one second. هاي 26 هاي هي ال GPIO 26 هي على بن 37 جنبها ground عشان هيك واحد بشوفها هون. ممكن استعمل بايثون. البايثون لغة سهلة ومستعملة كثير. تنزل أوش اللايبرري تاعتها بعدين تكتب الكود تاعها. هلا البايثون أوش نعمل امبورت مثلا للتايم إذا بدي أعمل سليب مثلا بعمل امبورت للجي بي أي أو تاعت الجنرال بيربس انبوت أوتبوت بنز. ست مود هلا كان تو مودز واحد منهم بورد واحد بي سي ام. فإذا كانت بورد بكون هذا هو رقم 37 26 هذا بكون 37. ف شو متوقعين هذا يعمل برنامج؟ هلا البايثون فيها شغله انه السبيس مهم. يعني هاي الوايل انه اللي جوا الوايل هم اللي جوا السبيس. ف الجوا السبيس هم اللي بنعملهم ران. فشو بيعمل هذا البرنامج؟ فكركو هلا سليب هي 1 سكند ها سليب 1 يعني 1 سكند بالضبط. بس بفرق فرق صغير انه هون بتبع هناك ما كانش تبع صح ولا كانت تبع ما كانش تبع هون بتبع الشاشه كمان اون واوف اون واوف. فحتى بنعمل import للLibraries بدنا إياها بحط المود. هلا المود هون board عرفت ست بالست أب عرفت إن البن 37 إيش هو out. ممكن استعمل BCM بصير رقم 26 نفس اللي عملناه قبل هو 26 نفس 37 هلا كيف بعمله run؟ بس بكتب اسم البرنامج بايثون واسم البرنامج اسم الفايل مثلا example1.py. الراسبر باي فيها بول اب بول داون ريجسترز يعني ممكن تعرف جواها انترنالي بول اب او بول داون يعني جهتين موجات في الاردوينو في الاردوينو كان بس بول اب هون في بول اب بول داون. مثلا هون BCM 4 input pull up down هو pull up ف إذا كانت pull up resistor لما إذا أنا شابك ال pull up resistor لما أدعس بصير صفر ولا واحد فكركو؟ إذا أنا شابك ال pull up resistor لما أدعس بصير صفر ولا واحد فكركو؟ بصير صفر 100%. عشان هيك هون بقرأ من البورت 4 طبعا 4 هو هون بقرأ منه واذا كان فولس يعني صفر معناته اندعس وبقدر اعمل سليب. هلا مين اللي جوا الاف ستيتمنت؟ بس برنت لان هاي السبيس بار على نفس مستوى الاف بس اللي جوا يعني بتنفذ حالة ترو هو الجملة هاي بوتون بريس. ممكن أعرف إيش بول أب بول داون. فالبول داون لما أدعس عليه شو بصير عادة؟ واحد ولا صفر؟ بول داون لما أدعس عليه بصير واحد. البول أب لما أدعس عليه بصير صفر. ف عشان هيك هون قارنا مع الواحد وهون قارنا مع الصفر لأن ال 23 pull down وال 24 pull up برضو نفس الشيء 24 23 هم بنز هون هي 23 و 24. ممكن استعمل إيش اسمه wait إنه أستنى ليجي يصير edge wait for edge إنه يصير في عندي edge على rising على falling
طبعا تعرف بدك اياه كمان انبوت بول اب او بول داون. هلا ممكن انا عم استعمل كمان انتربت زي ما استعملنا قبل. طبعا هاي مشكلتها انه هاي مشكلتها انه لو اندعس 24 قبل 23 هل بكتب اشي فكرك ولا لا؟ لو اندعس 24 قبل 23 ده بالضبط ما بيعملش شيء. ليه؟ لانه هو بيكون استنى في 23. فاذا بدك تعمل اشي انه ما يستناش عادة بروح على الانتربتس برضو بتعرف input output وبتعرف البول داون او بول اب. هلا مثلا هون add event detect هذا هو الانتربت جي بي اي او رايزنج على رايزنج. هلا print function هذا اللي راح نعمل له كول لما يصير هون على البن 23 ايش رايزنج ايدج. وفي باونس تايم عشان اذا تحرك السويتش اكثر مره ما يأثرش عندي. هاي بالملي سكند هاي الرقم بالملي سكند. فهون فكركم لما يتغير من 0 ل 1 على 23 شو بصير؟ بين 23 تغير عليها من 0 ل 1 شو بصير؟ شو راح يكتب بالضبط؟ بطبع ايش بطبع؟ بطبع button one press note how the bounce time it affects the button press. طبعا هاي bounce time لانه الميكانيكال سويتشز عادة ممكن تتحرك كثير ولا ما يدعس، فعشان ما احنا نكونش معنينها تتحرك فبنستنى شوي ما بناخدش الكلمتين ورا بعض، عشان هيك بنسمي ايش اسمه bounce time. ممكن اعمل BWM، ممكن اعمل BWM. ال BWM برضو نفس الطريقة عنا نعرف البنز بدنا اياها. مثلا هون output 37 عشان board استعملت GPIO BWM pulse modulation. هلا هذا هو البن اللي هو 37 وهي هي الفريكوانسي اللي هي 50 هرتز. هلا start هاي بتاخد الـ duty cycle، تقدر تعمل change على duty cycle. هاي تعمل change على duty cycle، change على duty cycle. فأنت ممكن تعمل تغير الـ duty cycle، حتى تقدر تغير الـ frequency خلال الـ run. watershine duty cycle 15%، هاي 15% 15% percentage. يعني هاي 55 كديشن تسايكل تقريبا تكون تقريبا نص يعني نص. شو عندي تسايكل 50%؟ شو عندي تسايكل 50؟ يعني كديش اون وكديش اوف بالضبط. كأنك تشتغل نص الباور، يعني تشتغل اون نص تقريبا اوف النص، هون اكثر شوي. 45% بتكون ايش؟ صفر السيجنال. 45% بتكون السيجنال صفر، و 55% بتكون السيجنال واحد. واضح جودة؟ لا دكتور، انا كان قصدي انها تكون ريشيو. هاي بالمية، هاي برسنتج، هاي برسنتج. يعني هاي 15%، 55%، 100%. كامر هاي اللايبراري channel frequency duty cycle من 0 ل 100. الفريكوانسي بتقدر تعملها تشينج، بتقدر تعمل تشينج على duty cycle برضو من 0 ل 100. وهون هون برسنتج واضح الفكره؟ هلا الراسبر باي هيك بيستعمل 3.3 بالعشرة فولت، في سنسورز بيستعمل 5 فولت، فلازم نضطر نعمل إيش اسمه ليفل كونفرتر.
اسهل ليفل كومبريسر انك تعمل مقاومتين. اذا هاي 5 فولت، اذا بي ان 5 فولت وهاي بتطلعها 3.3، اذا ار 1 1 كيلو قديش بقول لكم ار 2؟ كم ار 2؟ شو رايكم؟ اذا هاي هنكتب هون، هاي 5 فولت، هاي 1 كيلو وهاي 3.3 فولت، كم هذه؟ لازم تكون عشان يطلع عندي 3.3 فولت ديفايدر 100%. معناتها نشوف حد طلع لنا اياها تقريبا. جربوا ثلاث، هات نشوف نحسب ثلاث، واحد يعني خمسة تقسيم أربعة ضرب اثنين هيك صح؟ خمسة تقسيم أربعة ضرب ثلاث 75%، 75% من خمسة، من خمسة فولت 12 ثلاثة فولت ثلاثة بتوقع. هتجرب 1900 تقريبا 2 كيلو معقول بتوقع، ثلثين لان هاي بتوقع هاي ثلثين هاي صح؟ يعني يعني لو حطيت 2 كيلو بيمشي الحال 100%. طب هاي طريقة انا بقدر اعرف قديش لازم احطها المقاومة عشان اطلع الفولتج بدي اياه، بس هاي باتجاه واحد تنفع، الاتجاهين ما بتشتغلش. يعني لو حطيت انا هون 3 فولت، لو حطيت هاي الجهة 3 فولت ما بتطلع هون 5 فولت. فإذا بدك تعمل إشي زي هيك بتستعمل سيركت تشبه هاي، عندنا من جهة 5 ومن جهة 3. هلا إذا كان صفر، صفر من هاي الجهة ومن هاي الجهة بتطلع الجهة الثانية صفر. إذا كانت هاي الجهة 5، أو خلينا نشوف هاي الجهة 3.3، هاد شوف هاي الجهة 3.3، شو بيكون الجهة الثانية؟ طبعا بيكون كانها open circuit. طبعا بتطلع هون ايش؟ 5 فولت، والعكس صحيح. واضح؟ فهاي تنفع للجهتين. في اي سي كمان لهيك شغله ليفل كمبيوتر، تعطيها جهه 3 طلع لك 5، بتعطيها 5 طلع لك 3. هلا ممكن نشبك الراسبر باي مع الاردوينو بكل سهوله اذا بدنا نستعمل مثلا الاي سكوير سي. خلينا نشوف كيف ممكن نقيس الديستانس باستعمال الراسبر باي، أو شو كيف ممكن نقيس الديستانس في أكثر من طريقة، مثلا راديو فريكونسي، ساوند، لايت. خلينا نشوف الساوند. متذكرين أكيد في حدا منكم جرب الألترسونيك؟ نبعت كيف بشر هاد؟ ببعت سيجنال، ببعت سيجنال وبس ترتد ترجع، بقيس الوقت بين ما طلعت لحد ما رجعت، بقسم الوقت هذا على اثنين، وانا بعرف قديش سرعة الصوت وطلع منه ايش الديستنس صح؟ واضحة فكرة كيف الالترسونيك؟ سهلة، تبعت سيجنال ترتد الوقت بقيسه بعرف قديش بعيدة هذا الاشي عني. في الالترسونيك هذا السنسور كاميرا، هذا السنسور شو بيعمل؟ اول شي بتعمل تريجر على الأقل 10 مايكرو سكند،
بطلع 8 سيجنالز، بس يطلعوا 8 سيجنالز بصير الايكو بن بصير واحد، بضل واحد لترجع السيجنال. يعني كيف بدي اعرف الوقت؟ شو لازم اقيس عشان اعرف الوقت؟ اي لون لازم اقيس من هدول؟ الايكو بالضبط. الايكو بن لازم اقيس قديش الوقت اللي من حد ما طلعت لحد ما رجعت. فهلا هون لانه هي بتشتغل على 3.3 راسبر باي والهاي والسنسور هذا بيستعمل 5 فولت. حكت ان الراسبر باي عليه بالضبط الراسبر باي عليه 5 فولت، فممكن تعطيه 5 فولت بي سي سي، نعطيه بين للتريجر وبين للايكو والجراوند. وهون الايكو برجع بقسمه. هلا اذا هو بيشتغل 5 وانت اعطيته 3.3 فيش مشكله، بس اذا انت بدك تاخذ 3.3 تعمل فولتج ديفايدر هون او بتعمل ليفل كونفرتر. فهاي السيركت بتقسم، انا مستعمل تريجر بين 4 بين الايكو بين 18. طبعا تريجر شو لازم يكون؟ انبوت ولا اوتبوت؟ تريجر انه فيهم لازم يكون اوتبوت، انه فيهم لازم يكون انبوت. طبعا واضح هون انه التريجر لازم يكون ايش؟ اوتبوت، والايكو لازم يكون انبوت. ف خلينا نشوف كيف بيشتغل. هون عرفنا انه تريجر هو اوتبوت، الايكو انبوت. هلا بالاول تريجر بحطه فولس، بستنى وقت مثلا 0.2 سكند، بعدين بحطه 1 يعني ترو لمده 10 مايكرو سكند، بعدين بنزله فولس. هون بحكي ستارت تايم وستوب تايم. هلا بضلني اشوف الايكو ما دام صفر ببلش اعد. يعني انا هون او هون او هون ما ببلش اعد الوقت. الستارت تايم لازم يصير هون. شو الستارت تايم؟ لما يتحول من صفر يبطل صفر يصير واحد. هلا ما دام الايكو واحد، الستوب تايم لسه بضلني اخذ التايم عشان احكي انه هذا هو الستوب تايم. يعني هون بحكي ستوب تايم هون 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 لوين انت بضلني اخذ ليصير الـ يعني اخر مره بحكي هذا شو هو الستوب تايم لما يتحول من واحد لصفر. فلما يبطل واحد هون بكون اخر مره، لما تصير هاي صفر بتكون هاي اخر مره عملت فيها شو اسمه ستوب تايم. وأول مرة بكون آخر مرة عملت أنا start time هو لما تحولت من صفر لواحد، من واحد لصفر بكون stop time. بطرح stop time minus start time وبضرب في سرعة الضوء على 2، سرعة 2 فبطلع عند distance، فبطلع عند distance بالطريقة هاي. واضح كيف حسبنا بالألترسونيك حسبنا distance. كاميرا هذا فانكشن اسمه ديستانس، وهون استدعيته. حد عنده أسئلة؟ خليني بس أفديك شوي على البايثون قبل ما أروح على شيء تاني. New project R by
هلا الراسبر البايثون بيشبه الماتلاب تشغله، شو هي فكركم اللي بيعرف ماتلاب؟ الكودينج؟ لا مش الكودينج، يعني اكس بيساوي ست، خلص هيك بتعرفها بدون ما تحكي انه والماتريسز بالضبط. ماتريسز كمان كثير كويسة في البايثون، تحكي انه اكس بيساوي 7 أو 6، خلص هي بالنسبة له برنت مثلاً برنت اكس، فتعمل له ران بتبع رقم 7. هلأ إذا أنت عرفت هون def my function، هذا function، وجيت حكيت برنت هلو، وجيت حكيت هون برنت تيست، شوف لك راح تبع الشاشة. شوف أنا مش مستدعي الفانكشن هذا والبرنت جواها، راح يطبع أول إشي إيش؟ راح يطبع تيست ولا لا، وهلو ولا لا. طبعا هون لازم نحط كولون، ليش؟ فطبع 7 وتست. هلا هلو ما طبعهاش، ليش؟ لان انا ما استدعتهاش. هلا لو كيف بستدعي هلو؟ بحكي my function. هلا هون شو راح يطبع؟ 7 بعد 7 شو راح يطبع؟ تست بعدين هلو، لا تست بعدين هلو. ليش؟ لأن أنا استدعيته بعد ما طبعت تست. 7 تست هلو، واضح؟ ف إف نفس الشيء، إف إكس بيساوي 5 مثلا، برنت اوكي إيه راح يطبع اوكي. اما اذا عم كتب 7 فبطبع اوكي. واضح البايثون؟ يعني اكثر من هيك بلزمناش حقا فيه، بس هو حقا يعني powerful، very powerful language. مش بعرف، لا فيها اوبشنز كثيره هيك، اوبشنز سهله بسهل، كيف الماتلاب يعني الماتريس سهله، في بتغلبش حالك بالفاريبلز بنفس الطريقه. في لايبرز كثيره هون، لايبرز كثيره، خصوصا لما يجي واحد يحكي عن مثلا ماشين ليرنينج او الارتفيشال انتليجنس، هذه اللغه كثير كويسه فحبيت تشوفوها يعني، سهل التعلم يعني مش صعبة. أتوقع أنها أسهل من السي، بس السي أحسن بجوز، باورفل أكثر السي، يعني إفشنت أكثر السي. حتى في الارتفيشال انتليجنس الشيء اللي بده يعمل بروسينج بنعمل بالسي، وهون مستعمله كانترفيس له في البايثون. مش صعبة البايثون دكتور؟ لا لا مش صعبة بالنسبة، طبعا مش صعبة. خليني أسألكم كما أبعد من هون، حد يحكي لي شو راح يطبع على الشاشة؟ مثلا شوف شو راح يطبع على الشاشة. 7
تيست انا مستعمل ماي فانكشن مستدعيها مستدعيها مرتين هات لنشوف سبعة تيست هلو هاي هلو ليش شوف من جابها تيست هلو اوكي اوكي مش راح ينطبع مزبوط ليش اوكي مش راح ينطبع لانه اكس هون سبعة هون ستة بالضبط ف هون ثلاث مرتين دي بقول my function فعشان هيك طبعت مرتين هلو فهاي هي البايثون نشوف كمان مثال عليها اليوم باللينكس اللينكس هلا بالمختبر رح نركز عليها اكثر من هون يعني مش رح اشرح كثير عن هاي الشغلات بس المطلوب منكم خصوصا للامتحان الاشياء اللي بالسلايدز يعني تعرف يعني كيف الاف ستيتمنت بتشتغل الوايل طبعا هن يعني بيقرا حاله من حاله يعني الكود بحسه هيك الكود البايثون يعني كود زي هيك مش خلينا نشوف الكود الاول كود زي هيك المفروض فيش حدا عنده مشكله فيه بتعرف فانكشن السبيس هو اللي بحدد مين جوا الفانكشن مين برا الفانكشن والوايل برضه نفس الشيء الوايل اللي جوا الوايل هو اللي جوا السبيس اوكي شباب هلا بحكي عن موضوع تاني اللي هو الـ SPI الـ SPI هو بروتوكول تاني للـ Data Transfer بيشبه الـ I2C بيشبه الـ I2C لا كلكم خلي للأسبوع للمرة الجاي بيش بلش فيه حد عنده أسئلة حدا عنده أسئلة واحدة ضايل بس دخل صدر السلايد هلا المشروع أنا أعطيتكم وقت لآخر الفصل صح لآخر يوم بالدوام مزبوط هلا بعد هيك انا راح احط على ركاج مواعيد تختار منها يعني تكتب اسمك فيها تايم سلوتس بناسبوني وانت المفروض يعني بتختار تايم سلوت بناسبك راح احط اكثر موعد عشان اعمل ديسكشن لهم للبروجكت هلا اللي كان ما ناقشش الاساينمنت بدي ناقش الاساينمنت كمان فهو راح يكون خلال الأسبوع الجاي مش الأسبوع الجاي بعده نفس اليوم يا دكتور بدنا نناقش الأسايمنت للبروجكت عشر دقائق بس 10 minutes يعني أحط تايم سلوتس 10 minutes واللي بده يناقش بيختار التايم سلوت اللي بده إياه